السلام عليكم أصدقائنا، وعدناكم قبل فترة أن نصور لكم كيف يتم خبز اللواش، تحضير اللواش أو الخبز الأرمني. واليوم إحنا على طريقنا مرينا إلى قارني والآن كغار، وبعد انتهاء زيارة عندنا، وبالطريق شفنا جماعة اللي يخبزون، توقفنا حتى نصور لكم إياها. راح نصور لكم مقطع صغير. التنور في أرمينيا شوفوا دائما يكون داخل الأرض. هذا خبز اللواش، اللواش يسمى أو يسموه خبز الرقاق. إحنا وحدة تقعد تفتح العجين، أكي إيش أربور تريد برا؟ جور تريد؟ جور. ها جو يرشو بسائل البيض يخفقوه من أكسو؟ ها فقط البيض مخفوق يرشو على العجين، بعدين يخبزوه حتى يلتصق بجدار التنور. هذا البيض ترشه حتى يلتصق. هات باتسوتوني شوكنش هاسي هذه الفتحة تسوي حتى يصير في مكان تنفس. هذا طيب؟ ها جاكي يلا بالعافية. عيش إذا هكذا يتم تحضير خبز اللواش الأرمني، خبز الرقاق. تجون الأرمينيا إن شاء الله وتذوقوها.